مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك. صحية طيبة لكم فين ما كنتوا أوفياء الكرام مستمعينا. حنا دائما معكم في هذا اللقاء المباشر واللي كيجمعنا بكم حتى للربعة ساعة، كيف ما قلنا كنتكلموا فيها على همومكم الشخصية واحتياجاتكم النفسية، وساعة كتكون فرصة باش نجاوبوا على كل أسئلتكم القانونية. مرحبا بكم وكنشكركم بزاف على ثقتكم المتزايده فينا نهار على نهار، وكنتمناو انه دائما نكونوا عند حسن ظنكم وعند المبتغى ديالكم، واكيد انه حنا سعداء جدا بوفائكم وبعددكم اللي كيتزاد نهار على نهار. وغادي نرحب بالكوتش يوسف بصير كالعاده كل يوم خميس. مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا الاخت سكينه، يوم مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى جميع الاخوه والاخوات اللي فتحين لنا بيوت ديالهم، فتحين لنا القلوب ديالهم من خلال اكاديميه ميد راديو، فلهم تحية في هذا اليوم المبارك سعيد. كنت يوسف اليوم غنتكلموا على واحد المبدأ مهم جدا. تكلمنا على العطاء كميزة، تكلمنا عليه في العلاقة الزوجية، تكلمنا عليه في العمل، ولكن اليوم غنتكلموا عليه في الأساس، لأنه إلا تربى في وليداتنا أكيد أنهم غيكونوا معطائين في المجتمع، غيكونوا معطائين في علاقتهم بالشريك، غيكونوا معطائين في العمل ديالهم، غيكونوا قدر إعطائهم بقدر إخلاصهم الأشياء اللي كيقوموا بها. لأن المسألة كتولي مسألة مبدأ واعتقاد. فهنا يعني كوتش يوسف مي كنتكلموا على اننا نربي وليداتنا على العطاء، وحنا تنعرفوا بلي وليداتنا كيتزادوا على فطر معينه او على فطره معينه، ولكن يتطبعون بطباعنا. يعني مي كنكونوا في واحد الصوره معينه، فاكيد ان وليداتنا كيكونوا مرآة لينا، كيكونوا نموذج للاسره اللي تربوا فيها، سواء بالاخلاق الفاضله او لا باخلاق اللي سلبيه. على اي حال هي مرآة اللي كتعكس المحيط اللي حنا كنعيشوا فيه جميع. حتى انه دابا كنلقاو يعني وليدات اللي ربما كيتقدم في السن، يعني كيولي يصبح حتى هو عنده اسره في العشرينيات او في الثلاثينيات، ولكن تلقاه نسخه طبق الاصل من الاب او الام او داك النموذج اللي كان نوعا ما فيه خلل بالنسبه ليه او كان كيتصارع معاه. لانه حتى واحد فينا ما كامل، كلنا مرضى بدرجات، كلنا كيتكلنا خلل بدرجات، منا من يعني عنده تصورات معينة، ولكن الأكيد في الأمر أنه كلنا كنحتاجوا للدعم النفسي، كلنا كنحتاجوا للدعم المعنوي، كلنا كنحتاجوا للعطاء. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجلسانه. وهنا المهتمين بالتربية والأسس ديالها كركزوا دائما على التربية بالقدوة، والوليدات ديالنا والبنيتات ديالنا اللي هما الاجيال اللي غادي تجي، الاجيال اللي غتحمل المشعل من بعدنا ان شاء الله، هم كذلك هم مرآه لما عكسناه في مخيلتهم من اخلاق ومن سلوك. يعني كيف ما كيتربوا على الالفاظ كيتربوا كذلك حتى على السلوك وعلى الاخلاق اللي كنتعاملوا بها مع الناس. ماشي باش تنقولوا لهم، وانما هما كيشوفوا وفي نفس الوقت كيترسخ هاد الاعمال ديالنا والاقوال ديالنا والسلوكات ديالنا كتنقش في الدماغ ديالهم وكياخذوها كنموذج يقتدى به الاب او الام او لهما معا. فلذلك الاسره اللي هي كتكون من زوج وزوجه ثم من بعد كيكونوا اولاد، يعني خص الزوج والزوجه يحرصوا حرص شديد جدا على غرس القيم الفاضلة في الوليدات ديالهم. ومن هذه القيم هذه ما نحن بصدده خلال الأسبوع اللي هو خلق ديال العطاء أو لا فضيلة العطاء. العطاء هو المقاسمة، هو الإيثار اللي نؤثر به الآخرين عن أنفسنا في مسائلنا اللي هي خاصة. فأول شيء ينبغي على الأب والأم أنهم يحرصوا على أن يكونوا هم أولا معطائين، وهذا العطاء ديالهم كيكون قدام الوليدات ديالهم. نمشيو غير في واحد الصورة مصغرة اللي كانت عندنا في واحد المجتمع ديال المغاربة، كان الجار لما كيطيب شي حاجة مزيانة كيعطي تذويقة للجيران ديالو.
تدويقه كتسمى التدويقه جبيبينيه ولا طبيصيل ولا كاسرون صغيره وشحال فيها شي حاجه من ديك الشهيوه اللي طيبوا هذوك العائله في ذاك النهار كذوق جاع لي من جاع لي او الفوقاني او التحتاني على حسب النوع ديال السكن اللي ساكنين وكتسمى تدويقه. هذه في حد ذاتها ما سهلاش لان هذا النوع من العطاء كيترسخ في الوليدات وفي البنيتات فكيولي الجار مع الجارو يعني بعد ما كيكبروا هاد الوليدات هادو كيحرص كذلك على انه لما يكون جايب شي حاجه اللي هي زايده على لا 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 ما هو متعارف عليه في الوسط الاجتماعي ديالو فانه كيشوف الجيران ديالو هذا ناخذوه من سنه رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوصي كيقول يا ابا ذر اذا صنعت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك من معاهده الجيران اي تفقدهم واعطيهم ربما توما ما يكونش عندهم او اللي يشموا الريحه ديال داك الطعام اللي انت عملتيه واعطيه للجيران ديالك. هاد التذويقه هادي لما يشوفوها الوليدات كديرها مع 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 الجيران ديالك هما كذلك كيطبعوا عليها وربما يديروها مع الاصدقاء ديالهم مع التلاميذ اللي كيقروا معاهم الى غير ذلك. وغير في العهد ديالنا فاش كنا حنا دراري صغيورين كنا بعض المرات كيجي شي واحد وكنت تيجي معاه شي حاجه وكيدوق كيدوق الوليدات اللي صحابو في القسم اما جايب معاه شوكولاط او جايب معاه بسكوي او جايب معاه اشياء من مقصرات او شي حاجه فشويه شويه ولكن مهم هذيك التذويقه راها كتعطي معاني كتعطي ان هذا الانسان هذا تربى في واحد الوسط واحد البيئه اللي هي متخلقه على العطاء. ثم من ذلك نبداو نتكلم الزوج مع الزوجه ديالته امام الابناء على هذا العطاء غادي يمشيو غادي نديروا واحد عمل خيري غادي يمشيو نزوروا العائله فلان فلاني وغادي ندير لهم واحد القفه اللي فيها تموين ديال اسبوع او لا تموين ديال يوم او لا يومين او لا تموين ديال اشهر على حساب النوع ديال الاسر اللي غادي يمشيو ندقوا عليهم ماشي غادي يمشيو ندقوا عليهم باش غنسكنوا عندهم او لا غادي ناكلوا عندهم ونشربوا عندهم لا وانما غادي يمشيو وغادي نديهم شي حاجه ندخلوها هديه السرور لهذوك الناس من اجل باش نعاونوهم على الزمان اللي هو ثقيل. وهاد العمليه هادي ماشي غير نعملوها فقط نعملوها ونديروا عليها ان كومونتير نعملوا عليها واحد تعليق قدام الوليدات باش يبان بانه العمل راه ماشي مقصود لحد ذاته ولكن المقصود منه هو ذاك النفع اللي غادي يمتد للاخرين واننا الى الله تعالى جاد علينا بشيء راه ينبغي ان نرى اثر ذلك في عباد الله ينفعوا عباد الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله من هو أحب الناس إلى الله فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. راه العبادة الحقيقية اللي يعني باش نوصلوا للمفهوم ديال العبادة هو أن يمتد نفعك أيها الإنسان إلى غيرك من الآخرين. فهذه إلى حنا تعلمناها وعلمناها لوليداتنا وقلنا لهم حنا غادي نمشيو وغادي نعملوا هذا العمل وهذا كنقصدوا به رضا الله عز وجل. نعم. ثم من بعد ذلك نعلموا وليداتنا لما يبداو يفهموا يبداو يميزوا نصوص السنين ديال 6 سنين وسبع سنين وعشر سنين نعلمهم يعطيو يعني غادي أنا ولدي مثلا أو أنا وبنتي غادي في الشارع فإذا به كيكون واحد الإنسان اللي هو محتاج للصدقة ما نعطيهاش انا بيدي ولكن نعطيه يقول لي هاك اعطيها ليه لان هذا راه مسكين وهذا محتاج. حنا الله تعالى مجال العين بالعينين هو ما عندوش العين جال العين بالصحه هو ما عندوش الصحه يعني نبين بان هذاك النوع ديال العطاء اللي كنعطيه كنعطيه شكرا لله عز وجل واستجلابا لرضا الله عز وجل من خلال ديك النعمه اللي عطانا الله تعالى وربما منعها الاخرين. ندي معايا لزياره المرضى نمشي ندخلوا للمستشفى ديال الاطفال الصغار ونشوفوهم وندي معنا هدايا رمزيه واخا تكون بسيطه ولكن راه هي بسيطه بالنسبه ليا حنا ولكن بالنسبه لذاك المريض الذي تلقاها راه شيء كبير. انظر الى فرحته لما هو كيفرح بديك الهديه اللي ديتي لعبه صغيره او لا كسوة او لا شي حاجه من ما يؤكل او لا يقتات به او لا دواء او لا شي حاجه كيفاش غادي يكون الاثر ديالو. ونقول لولدي او لبنتي راه ينبغي عليك ان تراعي هذه الامور شوف كيفاش كان انسان ولما اعطيتي الهديه كيفاش فرح وتخلي لولدك هو اللي يعطي. هنا كنعلم ولدنا ما يسمى بالمقاسمه ديال الاشياء اللي عندك انت وربما ماشي المقاسمه من داكشي اللي ما بغيتيش ده ربما كنتد الى المقاسمه من داكشي اللي عندك وحاطو حتى فواحد القيمه كبيره عندك سروال جديد قميشة جديدة حذاء جديد ربما أشياء لعبة جديدة فهذه
كنعطيوها للاخر ونفضلوه علينا، وهذا كندخلوا منه الباب ديال الايثار، ونعرفوا بان هذاك الايثار راه به باش كنستحقوا الثناء ديال الله، وبه باش نستوجبوا استبقاء النعمه او النعم اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى، فما اكثر النعم. ثم بعد ذلك نعلمه بان ذاك العطاء كله راه كيبقى صدقه جاريه. صدقه جاريه معناها هو ان بعد ما كيموت كاع الانسان راه هذاك العمل اللي عمله لصالح الاخرين راه كيبقى مازال كيدخل ليه في الصحيفه ديالته ويذكر به، يذكر به بالخير. فلذلك شفت اليوم واحد المثل قريته في هذا مع 11 ولا شي حاجه بان افضل شيء هو ان تعمل عمل ويقولوا لك الناس الله يرحم من رباك والله يرحم من خلاك، يعني يكون السبب ديالو هو الاباء اللي انشؤوا ذلك العمل. فكذلك حتى حنا كلنا خصنا نخليو في وليداتنا، نخليو في وليداتنا طابع ديال هذا العطاء هذا اللي لنا به كنترحموا حنا اولا، ثم به كنخليو وليداتنا في واحد الطريق اللي يمكن تجلب لهم رضا الله عز وجل وتسبق لهم النعم اللي اعطاهم الله سبحانه وتعالى. وحنا اكيد مازال مواصلين، مازال مستمرين معك كوتش يوسف بصير، مشكور طبيعة الحال. غنتوقفوا اللحظه مع هذا الاختيار وراجعين نستقبلوا اوفيانا الكرام، وحكي لنا قصتك على 0522 46 52 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابه حل، خليوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا اوفيانا الكرام عبر الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك واللي هي الحل بين يديك. فاصل ونعود لنواصل. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. وحكي لنا قصتك على 05 22 46 52 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابه حل، خليوا فراغ وصفتوا الرساله ديالكم ل 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. غادي نمشي كوتش يوسف، ناخذ معايا اول رساله. بسم الله. بصراحه هي رساله مفتوحه لبزاف ديال الناس، وغادي نرجع ونعطي نعطي تعقيبي لان فكرت فيه لحظه اللي قريت هذه الرساله، ولكن طبيعه الحال التحليل غيبقى لك او يعني التطبيق غيبقى لك كوتش يوسف. كتقول سلام اختي عفاك، انا دابا عندي 28 سنه مزوجه عندي وليد. ملي كانت عندي 17 عام كنت على علاقه مع واحد السيد وحملت ولدت وعطيته. دابا الوليد عنده 10 سنين وانا عايشه مزيان، ولكن عندي وليد عنده 6 سنين وكيقرا في البريفي وكنموت كل نهار ولدي. كتقول ما كي ما كي ما قبلت الو ما كيهداش ليا خاطري، وليت اختي راني كنموت كل نهار، راني محررة العيشة على راسي، وليت غير فاشلة ساعديني، راني كنموت وراجلي عرف كل شيء وكيصبرني، ولكن ندمت بزاف. راه ولدي واخا غير عند خالتي ولكن هي ما عرفاش ولدي، ساعدوني عافاكم. يعني ربما في هذه النقطة يعني كوتش يوسف مي كيوقع بحال هكذا، أولا مي كيكون إنسان على علاقة خارج إطار الزواج، سواء للأسف بطبيعة الحال رغم أنها مرفوضة فهي حاضرة في مجتمعنا، مسألة كيتحملوا فيها المسؤولية شخصين، لكن للأسف كنلقاو في مجتمعنا بلي المرأة بوحدها اللي كتبقى في المحنة كيف ما كنقولوا. ولكن أسمى حاجة يمكن المرأة تقوم بها هي أنها ما تخلاش على ولدها، لأنه كبتها ومحتاج لها ومحتاجة ليه، ومهما كانت الظروف كيخصها تحارب وتصارع من اجله. هادشي علاش كنحيي الامهات العازبات اللي ما كيفرطوش وليداتهم واللي كيحافظوا على وليداتهم، ورغم الظروف النفسيه والاجتماعيه وصعوبه الامر وصعوبه تقبل الامر، الا انهم كيحاربوا من اجل البقاء، لان الخطا ارتكبوه ولكن ماشي بوحدهم، كاين طرف اخر اللي تهرب من المسؤوليه. فقط هذا تعقيب، وغادي نخليك كوتش يوسف تواصل مع السيده، لان رسالتك كتحمل ندم لربما بزاف ديال السيدات يكونوا كيفكروا في حال هذه الامور، لان عندنا وليدات كيتلاحوا كما كنقولوا يوميا بواحد العدد هائل. اذا فكري مزيان قبل ما دير الخطوه، لان ما عنده حتى شي ذنب الا انه ولدك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل الله سبحانه وتعالى ما حرمش بعض الاشياء غير هكاك، وانما كل تحريم الا وراه اسرار
ربانية الله سبحانه وتعالى ويعرفها، ولكن هناك بعض الأسرار التي نطلع عليها، ومن بينها ما يتعلق بهذه العلاقات الغير شرعية التي يقع فيها الإنسان في ضحية ديال واحد الفترة ديال التهور أو لا ديال عدم الإيمان أو لا البعد عن الله أو لا عدم استشعار العظام ديال الذنب. يعني هناك عوامل كثيرة جدا اللي كتخلي الإنسان يوقع في الأشياء التي في حقها صعيب أن نراها وأن نسمع عنها في بلاد المسلمين، ولكن اللي أعطى الله وداع فالإنسان كيبقى إنسان كيبقى تحت السيطرة ديال الشهوة ديالته، وعلى كل ما عندما نديره ما يتعلق بهذه الأم هذه اللي عارفة بأن الإبن ديالها عند خالتها كيتربف عند خالتها، وثانية أنها فات لها أنها صرحت الزوج ديالها بما وقع، وبأن الزوج بأن الابن ديالها زوجها كيعرف الابن ديالها بأنه عند الخالة ديالتها أو لا عند أناس أغيار، ربما يمكن ما تقولش شنو الوجهة وشكون هو الولد فين كاين أو لا شي حاجة. على كل الرسالة ما بين شيء ما كيهمناش التفاصيل، ولكن اللي كيهمنا هو أن بما أن الزوج يعني لم يعترض على ما كان من علاقات سابقة للزوجة ديالته، وأن تلك العلاقة كانت تجعلها واحد الحمل غير شرعي، فشنو اللي كيمنع هذه المرأة هذه أنها تجيب هذاك الولد عندها وتربى مع الأخ دياله، مع العلم أن هذاك الابن كيف ما قالت هي ما عارف شيء به طبعا الحال ما عارفه شيء، لكن أمه تحن عليه وتجيبه لعندها باش على الأقل يتهرس هذاك الألم النفسي اللي وقعت فيه الأم. لأن هذه القضية دي ربما الآباء ما كيردوش هالبال، لأنه ما عنده غرض في نزوة وفي فترة من فترات كان كيتفلا، كان عجبه الحال، كان العلم لله شنو هو كيفاش الظروف ديالته، ولكن هو كيمشي كتبقى الأم هي اللي كتبقى وحلة مع ذكريات ماضي مرير، وخاصة لما كيكون هذا الماضي هذا فيه نتش عليه حمل غير شرعي اللي هو مقبول شيء اجتماعيا. فدابا هذه عرفت بان عندها عارفه ولدها فين كاين او لا بنتها فين ولدها اللي نقلت عنده 10 سنين ولدها فين كاين، فهذا ماشي ما يمنعهاش انها تمشي وتلقى مع هذا الولد هذا وتشوفه تحبب ليه حتى يحبها، ثم من بعد تعرفوا بانها راها ام ديالو الى استطاعت او لما استطاعت شيء على الاقل يتربى تحت عينيها وهو معها، ويكون هذاك الألم ديال الفراق بينها وبينه تهرس، وعلى الأقل راه كيعيش مع مو إلا هو بعيد على الأب ديالو. وكنظن بأنه هو هذا الحل السليم مادام أنها لما عطات ولدها عطاته لواحد الهيئة أو لواحد الجهة اللي هي كتعرفها، لو أنها حتى هي كانت بحال دوك العيالات اللي لاحوا ولادهم في أماكن بعيدة ولا كذا، اي ولد غتشوف غتقول واقيلا هذا ولدي او اي بنت شافتها غتقول لي بنتي. الان بدا ما دام عارفه فين كاين فهذا ماشي ما يمنعش انها تقرب ليه وتتهدي ليه وتتبر به وتعطف عليه، ثم مع ذلك هو غيوصل واحد السن ديال التمييز تبارك الله 10 سنين الخير وبركه تعرفوا بانه الام ديالته الا بغات، لان هذا كيبقى حق ديالها هي بغات ولا ما بغاتش، المهم هي عارفه فين كاين وراه تحت عينيها يتربى تحت عينيها وتحت الرعايه ديالها. وناخذوا معنا اتصال، معنا لاله فاطمه من ورزازات. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا لاله، تفضلي. الله يبارك فيك. دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. بغيت نهضر معايا دكتور. تفضلي لاله كسعد. مرحبا بركات بهره. الله يخليك. مرحبا دكتور، عندي واحد المشكله. تفضل. انا كنخاف. خوف؟ كنخاف من الناس، كنخاف ما كنقدرش ندير مثلا بغيت ندير شي حاجه كنخاف ما كنقدرش نزعم ندير ديك الحاجه. ولما كديرها شنو كيوقع؟ كيبان لك بان داك الخوف ديالك كان في غير محل ليه. ما كنقدرش كاع نديرها، كنبغي ندير شي حاجه ولكن كنخاف من الناس. ما عرفتش تخافي من الناس؟ نعم. علاش كتخافي من الناس؟ ما عرفتش هذه عيب عليك ولا فيا مؤخرا
كان خاف بزاف ميت، ما كنقدرش كاع نمشي لشي بلاصه، ما كنقدرش نخدم شي حاجه، كنخاف من العائله، من خوتي، ما كنقدرش ندير شي حاجه، ما عرفتش علاش. عمرك عرفتي شي حادثه قبل هذا الشيء؟ ودز عليا صداع بزاف وشي مشاكل، هادشي اللي خلى ليا هادشي. فالحل باش كنحاربوا الخوف هو بالمواجهه. راه كلنا لما كنبغيو نعوموا في البحر كتوقع لينا الحالة ديال الخوف، غادي نتلاح، ربما يمكن تديني موجة، ربما من تزلق بيا رجليا، ربما نحط رجليا في واحد المكان اللي مابقاش عندي فيه الطول، يعني الطول ديالي مابقى ولا الماء فوق كثر منه، ربما نعيا، ربما يعني شحال المسائل كنديروها، ولكن كتلاح في البحر ولا لا؟ لا انا المهم هادشي ما عرفتش، المهم كنخاف بزاف من خوتي، حيت خوتي كيقول لي لا ما تخرج من الدار، لا ما دير في السي، لا ما. شحال في السن ديالك لالا فاطمه؟ انا كبيره عندي 30. تبارك الله. ومزوجه؟ لا ما مزوجاش. ايه لا ما تمشيش، كنبغي نخدم ولا بغيت، حيت ما قريتش كنبغي نمشي نقرا ولا بغيت نخدم شي حاجه، لا ما تمشيش، ما تخرجي من الدار، ما ديريش، ما تفعل. صافي ودازوا علي واحد شويه المشاكل، صافي دابا خلقوا لي هادشي، ما كنعرفش زعما. لالا فاطمه؟ الخوف يعني هو مقبول في واحد الحدود، ولكن باش يولي انسان في السن ديالو كيف ما قلتي دابا 30 عام، يعني راه لا داعي له. يعني دابا اش غدير؟ غتاخذ قرار عندك من نفسك بانك غادي تحداي هذا الخوف هذا اللي عندك، بانه هذيك تهيؤات، بحال كيف ملي كتبغي طيبي وكتخافي لا تكون زدتي شويه الملحه، او لا تكون زدتي شويه الحرور، او لا تكون زدتي شي حاجه في الماكله ديالك وما غاديش ياكلوها الناس. فاذا ولكن انت كطيبي فكذلك ما يتعلق بالقرارات ديالك اللي بغيتي تاخذيها، غير فكر بان راها مزيانه وفيها الصالح وسيقديها، لان الناس ما غاديش يعيبوا عليك الا عملتي واحد العمل فيه الصالح، ما يعيبوش عليك. خوتك ما غاديش يخصموا عليك الا عملتي واحد العمل فيه الصالح. اذا باش تمشي تزوري اقارب، باش تمشي لشي تعاونيه، باش تخدمي، باش تنتجي، باش يكون عندك مورد ديال العيش، شي محل فين كتعلمي صنعه او تعلمي حرفه او تعلمي اعمال يدويه او كذا، غتمشي ليه، لان هذه مسائل مباحه ممكن لك انك تمشي واحد مجتمع نسائي وتقضي فيه الاغراض ديالك وكذا، هما خايفين عليك، يعني لا تكوني انت عرضه لاشياء ربما تكون صعيبه عليك وانت امراه ما عندكش تجربه في مجتمع ربما كيغلب عليه الطابع الرجولي. ولكن الا انت عرفتي بانك غادي تمشي لواحد المجتمع اللي هو سليم، مجتمع اللي ما غاديش تخافي فيه على الكرامه ديالتك وعلى العفه ديالتك وعلى الطهاره ديالتك، غادي تمشي وتقضي الاغراض ديالك، وغادي يبان لك بان هذاك الخوف ديالك كله راه كان خوف في غير محله. فلذلك نخليوه ونلوحوه علينا، نسوسو علينا، وغادي نقاوموه بمواجهه الاشياء، المشاكل، الامور الصعيبه نواجهها، ماشي كنضركوا عليها، الا ضركنا عليها ما درنا حتى حاجه، ولكن نواجهها وديك الساعه نسجلوا شنو هي النتيجه الايجابيه وشنو هي النتيجه السلبيه. الا كانت النتائج السلبيه اكثر من الايجابيه نعطيو منه بنقص، الا كانت الايجابيه اكثر من السلبيه مزيان، الا كانت كلها ايجابيه هذاك هو اللي بغينا، الا كانت نعم. كلها سلبيه راه هذيك التجربه درناها نتفاداوها في الخطوه الاخرى. ونمشيو لحظه فاصل قصير ونرجعوا معكم شي سواسر. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما برنامجكم الحل بين يديك، وحكي لنا قصتك ومشو ناخذوا معنا عبر ارقام الهاتفيه المفتوحه 0522 46 72 50 51 52. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم بطبيعه الحال حل، خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لالا لمياء البيضاء، مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك لالا، شكرا. بارك الله فيك صدري على هذا البرنامج ديالكم. شكرا لك. الله يعطيك الصحة. عندي واحد المشكل، عندي وليد عنده 7 سنين، شهر ماي غيكمل 7 سنين ان شاء الله. ودابا عندنا بروبليم مع العائلة في اون ديفورس مع مون ماري. ودابا الوليد ولا عنده مشكل، ولا بحال دابا تيخاف عليا انا، بابا ما بقاش معنا في الدار، ولا تيخاف تيقول لي ماما عندك تمشي تموتي، عندك ماشي ما لقاكش، كيمشي للمدرسه تيخصو فوقاش يجي باش فوقاش نجي انا من الخدمه باش يلقاني، الا مشيت مثلا خرجت ولا مشيت للحمام تيبقى يعيط، عندك تسخفي، عندك تموتي، وينوضني بالليل.
واش مازال عايشه واش مقيمه. جا واحد الخوف التي تتربى فيه كبير وما عرفتش شنو نقدر ندير معاه باش نديباسيو هاد الحاله هادي. دابا لالا لمياء لما كنتو في الفتره اللي قبل من 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 من, من تاخذوا قرار ديال ديفورس، واش كنتو كتخاصموا قدام الوليات؟ كنتو كت كنا كنتخاصموا قدام لان حاولوا زعما باش ما تكون باش الخيزه ما يكونوش حداه، ولكن على كل هذه معك اسف ماشي غير انت بوحدك لالا، لانه واحد مجموعه ديال الناس اللي شفنا واللي عاشرنا واللي كنبشرهم بعض المرات كلهم نفس الخطا كيرتكبوه. في حين ان الوالدين ديالنا واللي قبل منهم كانوا اذكياء، كانوا كيتخاصم الزوج مع الزوجه ديالته، الاولاد ما كيحسوش ما كيجيبوش اخبار نهائيا، خاسمين نعم ولكن ما عمره ما كيشوف به على الصوت على الام او الام على الصوت على الاب. معناها يبقاو دائما الدراري في بر الامان، كيبقاو في بر الامان. دابا نتوما يعني ما يوقع الموقع عليك انت وموقع لواحد مجموعه الناس، هو انه كتجيبوا تتكون الاولاد كلهم وسطنا عاد كنوضوا كنتشاجروا. لما كنتشاجروا كيبدا السبان او كيبدا المعيور او لا كيبدا الوقاحه وكذا، كيوليو الدراري كياخذوا مواقف. بطبيعه الحال الدري كان او البنت او الولد كانوا وسط واحد الاسره مكونه من اب وام، يعني كيلقاو الحنان على اليمين وعلى اليسار، فاذا به واحد النهار جدي وبطرتي هذاك الجسد الى قسمين، قسم تغيب بصفه نهائيه وبقى غير قسم واحد هو اللي كاين. بطبيعه الحال لما الانسان كان محمي من جوج ديال الجهات وحيدتي لواحد الطرف لحتيه للجهه اخرى ما بقاش كيشوفو نهائيا وخليتي مع ذاك الطرف، كيولي عنده الظن بان ذاك الطرف الاخر اللي عنده الان راه غدا يمكن يمشي بسبب من الاسباب، اما حادثه اما مرض اما كذا اما كذا. فاللي نبغي نقول لك لالا لمياء، الولد ديالك دابا خصو واحد شويه ديال التامين، نؤمن حياته، نعطيه اون اسيغونس. شنو هي التامين هذا؟ ماشي كيدار في الشركات، لا، هاد التامين هو يعرف بان الاجراء ديال الطلاق او الاجراء ديال مصدر الطلاق ما هو الا اجراء شرعي كيدار، ولكن راه ماشي كيعطي معناه ديالو ان الاب غادي يطلق من المسؤوليه ديالته او الام غادي تطلق من المسؤوليه ديالتها، او الدري الا كان في الحضانه ديال عند با او عند مو راه غادي تحرم من الجهه الاخرى. معناه ان لابد الطرف الاخر اللي ما عندوش حضانه خصو لابد يمكن تعطاه الامكانيه باش يكون يعيش الحياه ديالته البيولوجيه مع وليداته، اما الام او الاب. الزياره والهديه والسفر والمراجعه الدروس واحد مجموعه ديال الاشياء اللي باش هذاك الابن ما يحسش براسو بانه صفر، تحرم من باه كانه ميت او تحرم من مو كانها ميته ابدا. وقع الطلاق، ايه هذا طلاق حل باش ما يكونش لك نزاعات وشكون مشاكل، نعم حل شرعي ودار الله سبحانه وتعالى، ولكن ماشي معناه انه غنطلقوا تم مسؤوليه ديال وليداتنا، لا. معناه ان انت الان الى عندك الحضانه ديال الابن ديالك راه خصو يعرف بان باه في اي لحظه يمكن ليه يجي يشوفه، في اي لحظه يمكن ليه يتلاقى معاه، يديه يسافر به، يبات معاه، ياكلو ويشربو، يديه الحمام، يعني يمشي يلعب هو وياه، يخرج هو وياه للنزهه. شنو المانع؟ علاش غادي كيفاش وقع طلاق بينك وبينه؟ الاولاد مالهم؟ فلذلك انا المياء وهادشي كنقول، كنقولش لك انت بوحدك، كنقول لجميع العيالات وجميع الرجال اللي هم مطلقين وعندهم اولاد، راه الطلاق ما كيعني شيء انفصال تام عن الاسره، لا، كيعني الافتراق ديال الحياه الزوجيه بين زوج وزوجه، ولكن كتبقى الحياه الابويه مستمره مع الوليدات. فلذلك ما نديروش عراقيل، ما نبقاوش نقلبوا تنجيبوا عون قضائي باش نجي نشوف ولدي ولا نشوف بنتي، لا، وقت ما بغيت نشوف الولد ديالي ولا بنت ديالي خصني نجي وندق وندي ولدي ولا بنتي ونشوفه ونجلس معاه واحد ساعه ساعتين يوم يومين اسبوع ايام العطل، ونجيبه في امان الله وحفظه، لانه راه كيف ما انت ام حتى هو راه اب، كيف ما هو اب حتى انت راه ام، يعني خص يكون هذا التعاون. انفصلنا راه كنا محابين واحد الوقت، لا كنا عندنا محبه بيناتنا، فلما
وقعت المشاكل ما تفهمناش على امور الله علمنا هي بسيطه ولا معقده. ما نعقدوش هذوك الوليدات، بل هذوك الوليدات خصنا نمكنوهم من واحد الحياه الهنيه، وهنا غادي يحيدوا الخوف ديال الوليدات ما غاديش يبقى. والا الا كنا كنرهبوا الوليدات ديالنا بالانفصال بين الزوج والزوجه، نعم. فهاد الحاله هادي راه غادي الوليدات غادي نعطبوهم وغادي يعيشوا واحد الحاله اللي ما غاش تفك. ونتمنوا بالبرنامج ديالنا وين ما غاتفك عن طبيب اللي هو معالج نفسي للاطفال هو اللي غادي يعالج. ونتمنوا على خير باذن الله. ناخذ معنا اتصال اخر معنا لاله ليليا من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. مرحبا ليليا. اذا نقطع الخط ناخذ معنا لاله سعاد دائما من مدينه البيضاء. مرحبا بك لاله سعاد. بارك الله فيك اختي، شكرا على هذا البرنامج وكنشكركم. شكرا لكم على كتفيدونا. مرحبا. مرحبا سعاد. بارك الله فيك. كنت الله يخليك بغيت نعاود لك واحد المشكل عندي. تفضلي. درت اني مابقاش كنعس بالليل دابا. انا عشت واحد الطفوله شويه صعيبه، توفى الوالد وانا عندي 9 سنين. رحمه الله. وكرفصنا وتمنى. المهم كنت كانت واحد السيده حدانا كنت كنسخر ليها وداك الشيء. كتعطينا شي حاجه وملي تنقول لامي راه ولاد الدرب تيعيروني تيقول لي الخدام كتقول لي ما يهمكش حيت انت ما عندكش باباك. المهم تدوزنا ديك الطفوله. ملي تزوجت الدري الاول ديالي مريض روطار بتيكومو هذا روطار ديال الدماغ ديالو عنده روطار. روطار بونطال ايه روطار من وراه ولد جوج بنيات، ولكن المشكله اللي لقيت ما لقيتش حتى شي واحد كيوقف جنبي فيه. ملي تنمشي ندير الترويد ولا نمشي عند الطبيب حتى واحد ما كيحمل فيا ولا حتى واحد ما كنحس بيه انه واقف جنبي حتى من الوالده ديالي. يعني انت تقول لها غير قابلين ليا البنيات باش نديهم، فكتقول لي هزيهم وديهم معاك ونديهم عند عدو التكوسير. نعم. كنضطر اني نهزها وحده في ظهري كتبقى صغيره وحده تنشدها وتنهزو كتافي وتنمشي ما تنحسش ما حسيتش بالحنان من حتى شي واحد. نعم. وراجلي تا هو تنحس ما مدعمنيش ما واقفش معايا فعلا ما خاصني دابا الحمد لله حتى شي حاجه، ولكن داكشي اللي بغيتو انا حنان ولا كلمه زوينه تقال لي ولا نخرج نسافر ولا ندور نهائيا. لدرجه اني دابا عاد صراحه باش مجوجه معاه عمرني ما خرجت ونسافرت مع وليدات. براسي اختي عييت 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 لواحد الدرجه راه منفجر واحد الشيء كله انقلب ليا ان بنتي الكبير غدا وليت كنعنف بواحد الدرجه كبيره. ما عرفتش شنو الحل ما عرفتش شنو الحل. اني كنبقى نضربها نضربها ومني فق كنلقى راسي اني تعاملت معها بحال شي غوله ماشي ام. نعم. وكنرجع مع راسي ونقول الشومه ما خاصنيش ندير هكا مع بنتي وداك الشيء. ونفس الشكل كيوقع ليا حتى كينتقلب كامل ونبدا نغوت ونبدا نضرب ونبدا واحد الحاله من الهيجان كتجيني ما كتصورش. نعم. ما عرفش الحل ما عرفش. لاله سعاد لاله سعاد. نعم. غادي نخرج بك من هذا من هذا من هذا من هذا المكان اللي انت فيه وغادي نسولك سؤال اخر. نعم. كتصلي؟ كنصلي كنقرا القران الحمد لله. كنتكل الله عز وجل. كنطلب سيدي ربي الحمد لله. وشوف شوف لاله شوف لاله لاله سعاد. الا فقدتي حنان ديال الاقارب وديال العائله فربي سبحانه وتعالى احن فيك ياك. الحمد لله. وان لا خص تعرفي واحد القضيه بان هذا الابتلاء هذا اللي انت فيه ما هو الا مجلبه لرحمه الله عز وجل. الله تعالى ملي كيبتلينا وكيبتلينا وكيقنا من الصابرين اذا خصنا نتعلموا الصبر الا كيقنا من الصابرين راه هو كيجازينا الجزاء اللي حنا ما عارفينوش. تصوري ان الله سبحانه وتعالى عطاك وليداتك بثلاثه مرض بهذا المرض هذا كي غادي تكون الحياه ديالتك. الحمد لله انا كنحس. وشوف لاله حنان وشوف لاله حنان ما تسناوش حنا شي حاجه من شي حد اخر. اليوسم تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى اله تيتم من باه ومن مو. الفقر تعرض ليه سيدنا رسول الله كان فقيرا وكان احتاج انه يرعى غنم ديال قريش واحتاج انه يتاجر في مال الناس ماشي مشكل. يعني هذه المسائل هذه راه من الصفات ديال الاخيار. الاخيار هو اللي كيختبرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاشياء هذه. فانت وسمحي لي لاله سعاد اعتبري هذه المسائل هذه يعني ابتلاء من الله عز وجل. هذه وحده. ثانيا شنو هو الذنب ديال وليداتك الاخرين انك تضربيهم وتعيريهم الا انت عرفتي بانه الحنان عنده واحد القيمه كبيره علاش غتحرمي منه وليداتك وانت عطاك الله تعالى. ما كانش عارف. لا 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 خص دابا تشعري دابا علاش سولتك انا على الصلاه وسولتك على الذكر لانه الا كتستعني بالصلاه وكتصلي الصلاه المعقوله اللي هي فيها التامل وفيها التفكر
راه الصلاة غادي تعاونك على الصبر، والصلاة غادي تعاونك انك تخطي هذه العقبات هذه، والصلاة غادي تعاونك ان شاء الله تعالى على انك تخرجي من هذه الأزمة هذه، لان اللي متعلق بربي سبحانه وتعالى كينسى المخلوق كله، كينسى والديه وينسى عائلته وينسى كل واحد دار فيه الشر كينساهم. فلذلك انت اعتبري راسك بانك انت امة الله عز وجل، انت ليك الله، ما ليك حتى شي واحد الا الله، فليك الله سبحانه وتعالى، تعلقي به وغادي يعطيك الله تعالى المدد من عنده ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يسهل لك الله تعالى باش تكوني مع وليداتك ومعهم. غير انت ماشي حتى تحرمتي من الحنان، تحرمي من وليداتك لا، فيضي عليهم من الحنان ديالك. داكشي اللي ما لقيتيش فمك او ما لقيتي شي في العائله ديالتك او ما لقيتي شي في الاخوه ديالتك، حاولي انك توفري لهذوك البنات ديالك ما يعيشوش حياتهم محروم من الحنان. ربما يجيب لهم الله تعالى واحد الزوج اللي حتى هو ما عارفش الحنان، فكيفاش يتحرموا من الحنان ديال الام ويزيدوا يتحرموا حتى من الحنان ديال الازواج ديالهم؟ الا فلذلك عافاك الله سعاد، حاولي انك تعاملي مع وليداتك بخير، والزوج ديالك حاولي انك يعني تكوني ليه فعلا تلك المراه الفياضة بالحنان، باش هو يستشعر هاد القيم هادي ويستشعر هاد الفضائل هادي فيك، وغادي ياخذك في فسحة وياخذك في نزهة ويخف عليك من الأعباء ديال المسؤولية ديال وليداتك، لأنه راه كيف ما قلنا دائما راه الدنيا أخذ وعطاء، إذا خصنا نعطيه هو الأول باش يمكن لنا ناخذه، أما نتسناو ناخذه هو الأول عاد نعطيه نعم ما غناخذو حتى حاجه وغادي نسقو حرم نفوس. اذا اعطي انت الحنان، اعطي المحبه، اعطي الموده من عندك انت، وان شاء الله ترى غادي لا بدا هذا الاستثمار هذا لا بدا ما غادي يكون عنده عائد ديال الاستثمار، اللي هو انك تلقاه في الزوج ديالك وفي وليداتك وفي العائله ديالك وفي الاقارب ديالك ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونمشيو لحظه فاصل اعلاني ونرجع مع كوتش يوسف. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وحكي لنا قصتك دائما عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه. مرحبا بكم من جديد اوفيائنا، وغادي نرجعوا للرسائل. معنا رساله كتقول: السلام عفاكم، بغيتكم تساعدوني، انا مزوجه وراجلي نهار جاي خطبني قال لي انه شافني وعجبته وبغاني برضاه، من بعد دابا دازت سنين وكنكتشف ان والديه اللي اختاروني وجابوه عندنا باش يتزوج بيا، ألوغ كو هو نهار الأول قال لي أنا اللي شفتك وبغيتك، أنا أول نظرة ومن أول نظرة ورا والديا تفاجؤوا باللي أنا قررت نتزوج، حيت ما كنتش كنفكر في الزواج كاع. دابا ملي عرفت الحقيقة حيرة واش نصارحوا بها ولا نبقى ساكتة، مع العلم أنني كنت سمعت هاد الهضرة شحال هادي، وملي صرحته ونكر ورجع والديه كيكذب ورجع والديه كيكذبوا، وهذا الشيء ما كيحنش وانا تقت به، ولكن دابا عرفت الحقيقه وبالدليل، وانه كذب عليا النهار الاول، وكاينه حاجه وحده اخرى، انا خايفة نصارحو وينوض يدير المشاكل مع والديه، محيت هما اللي وصلوا لي الهضرة، وسمحوا لي طولت عليكم. صراحة كوتش يعني مشكل من لا مشكل. هادشي اللي غادي نقول للأخت هادي، نقول لها من الأفضل يعني ماشي كل حاجة دخلت وصلتنا غادي نقولها، ماشي كل حاجة وصلتنا غنمشيو بها الآخرين. راه الولد ديالنا اللي كانوا عندهم الحكمة كان كيقول لك والله اللي ما دار ودنو عينو عمشة ودنو طرشة معنا لمشة، يعني تشوف ودير راسك بحال ما شتيش، وتسمع ودير راسك بحال ما سمعتيش، هاي باش تدوم العشرة وتدوم الاستمرارية ومشي ومازال في طريقي في الطريق الطويل. وإلا إلا جينا غادي نديرو بوان فيرغول في كل حاجة، وقفنا نوقفوا نديروا وقفه ونوضوا على الضجه ونوضوا على الصداع، هنا غادي نشريوها لنفوسنا ونشريوها داك الامان ديال المؤسسه الزوجيه، وغادي نبرسطوها بشي خزعبلات اللي هي بسيطه. وانت قلتي بانه الا مشيتي تصاحتيه غادي ربما تكون مشاكل بينه وبين الوالدين ديالو، فلذلك انت لا يضرك في شيء، المهم واحد اسره جابتك عندها باوك الوالدين هنيئا لك. ممكن يكون بغاو الوالدين في الاول بعد اقتنع
بها الزوج هذه لك فاذا انت كيف ما كان الحال هذوك باغيلك وهذوك باغينك كوني انت ديك الشيء ديك الورده اللي الناس كلها باغيها غير واحد عافيه قطفها والاخر شافها وخلاها في بلاصتها خذي الجمال ديال هذيك الاسره ونساي التدقيق في هذيك المسائل اللي هي بسيطه كذب عليا ولا كذبت عليه شحال مره بعض الناس كنكذبوا من اجل الاصلاح كنكذبوا من اجل باش نصفوا العلاقات كنكذبوا من اجل باش نصفوا غير ولذلك ما يكونش سمحتي لي الكذوب فيه وفيه عاوتاني لا غير الانسان كثرت الكذب راه كتقدر تهرس الثقه ولكن كاين بعض الاشياء اللي متجاوزه هذيك البسيطه هذا الزوج كيبغي تحبب الزوجه ديالته وكيقول لها انا غير شفتك وبرق عندي برق شفتك وجاني كود الفودغ شفتك فاذا راه يعني كيعبر ليها بانه راه هو اللي باغيها ولو ان الاشاره كانت من باه ولا من مو فماذا يضر كيف هذا الشيء علاش غنديروا منه قبه ونديروا منه صداع اذا نخلي الزوج كيبغيني وعائلته كتبغيني فنخليو الامان في البيت ديال الزوجيه ما نزعزعوش شيء مشاكل اللي هي غير خاويه ما نقولهاش بانها كذبه نقولوا بانها محبه وراه حنا في المغرب كيقولوا كل خطاب كذاب الخطيب كيبغي يخطب دابا كيدير شي شويه ديال يملعب شي شويه زياده رساله اخرى كتقول سلام سكينه سلام كوتش يوسف كريمه من قنيطره 45 سنه متزوجه ام لطفلين المشكله كتقول اللي مطروحه مع الوليد ديالها الصغير اللي عمره 10 سنين هذا العام كتلاحظ عليه واحد المستوى هابط في الماده ديال اللغه العربيه من ناحيه الفهم وهو في مستوى الخامس ابتدائي كيفاش ممكن تساعدوا على تقويه مع العلم انه رافض الدروس ديال الدعم وشكرا نعم بالنسبة للأبناء ديالنا اللي كيلقاو بعض المرات بعض المشاكل إما في اللغة إما في الحساب إما في الرياضيات إما في مادة من المواد فهذا ما يمنعش أننا غادي نديروا له دروس ديال التقوية هاد الدروس ديال التقوية ممكن أنها تكون ممنهجة مع أستاذ من الأساتذة اللي نصيفطوا عنده ولدنا أو اللي يجي للبيت بالاجل باش يلقى لنا الولد ديالنا هذيك الدروس يدعموا في داك الشيء اللي اليوم ما فاهم شيء او اللي ما عرف شيء هذه ما فاتش شيء بس ثم الى ما كانش هكا فممكن اننا نستعنوا بافراد العائله اللي كيكونوا بارعين في هذيك المجال ديال الدراسه اما لغه اما رياضيات او لا علوم مختلفه نعيطوا على شي واحد اللي هو يعرف وعنده الخاطر باش يفهم وغادي يفهم الابن ديالنا وغادي يعمل ليه دروس ديال التقويه بلا ما يشعر هو بدروس التقويه يحسبها هو غير مراجعه يحسبها هو غير استدراك لبعض الاشياء اللي هي فاتت واكيد ان القضيه غادي تكون متجاوزه لاننا كلنا محتاجين لواحد الانسان يعاوننا ويساعدنا في الطريق ديالنا لما كنوا غاديين ساكنين في الطريق ديالنا ديال الدراسه وراه الكبار كيطلبوا المعرفه كذلك الصغار علاش نحرموهم منها الصغار تاهما كذلك نعلموهم بان هذاك الطلب ديال العلم غادي يخليهم انهم يتفقهوا وغادي تكونوا في المواد ديالهم وغادي يساعدهم على النجاح وغادي يساعدهم ان شاء الله تعالى على بناء واحد المستقبل اللي هو افضل ومشرف حسن ما يبقاو واقفين في شيء اللي هو بسيط جدا ممكن اننا نتجاوزوه عن طريق داك الدعم اللي كنديروه اما دعم اسري او لا دعم عند استاذ او لا عند مؤسسه اللي كدير دروس التقويه للابناء ديالنا رساله اخرى كتقول السلام انا كنعطي كل شيء ولكن ما كناخذ حتى شي حاجه tout le monde ne m'apprécie pas من السويد الاخت على كل خرجنا نقول لك الدم ديالهم بارد ما كيفهموش على كل الاخت ديالنا كنشكرك بعدا من الاتصال ديالك وكنشكرك انك طلبتي الراي ديالنا العطاء ما عمرش عطاء ما كيكونش كيكون بدون اخذ كناخذو غير ما كنشوفوش اش كناخذو فينا هو ما كناخذوش ربما كلمه شكرا ما كناخذوش كلمه الله يرحم الوالدين ما كناخذوش كلمه ديال التقدير من طرف الناس ولكن كوني متاكده اختي بانك راك كتاخذي واحد الثواب عظيم عند الله عز وجل اللي هو مطلع على الاعمال ديالنا ومطلع على النيات ديالنا فاننا لما كنعطيو ربي سبحانه وتعالى يشكر لنا ذلك العمل وكيتدخلوا عنده في ميزان الحسنات ديالنا وربما كيتدخلوا لنا واحد الوقت ديال الحاجه إما احتاجوها في الدنيا ما عندنا في الدنيا ويعطيها لنا والا غدا يوم القيامه غادي يفرحوا بها وغادي يلقاوها ينبغي علينا ان نحسن النيه في الله عز وجل وان نجعل ذاك العطاء هو
تقربا الى الله عز وجل واجعلوه عباده من العبادات اللي بغيناها عند الله عز وجل. ما ننتظروا شيء، كلمه الشكر عند شي واحد الا جات مرحبا، ولكن لما جات شيء راه الله تعالى هو الذي يشكر لنا ذلك العمل الصالح، وغادي نلقاه ان شاء الله تعالى عنده. وحسن اننا نخليه في البنك ديالنا ديال الاخره، نخليه فيها واحد الذخيره لما نوقفوا بين يدي الله عز وجل نلقاوها تشفع لنا بين يديه عز وجل. نعم وكنت يوسف ما سخيناش بيك، ولكن الوقت مر بسرعه. مشكور جزيل الشكر على كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا، واكيد انه المواعيد ان شاء الله باذن الله متجدد بك الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا لجميع المتتبعين ديال اكاديميه ميد راديو، ونتمنوا اننا نكونوا في المستوى ديال اننا نعطيهم الحلول لما يطلبونه ان شاء الله تعالى، او على الاقل مهدوا لهم طريق باش يلقاو الحل، وكيبقى دائما الحل بين يديهم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك كوتش يوسف. مستمعينا الكرام نخليكم لحظه مع هذا الاختيار في انتظار ان يودع كوتش يوسف، ونستقبلوا جميع الاستاذ سعيد النووي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. دردشتنا اليوم غادي تستمر حول الزواج، لكن هذه المره شنو هي العقوبات المترتبه على الاخلال بطبيعه الحال بالمساطر القانونيه وبالوثائق المطلوبه في حاله التلاعب، شنو كينتظر الانسان؟ اذا هذه كلها اسئله اللي غنطرحوها على الاستاذ سعيد باش يجاوبنا عليها. بقاو معنا ما تمشيو.